مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية، والبداية ما تنجم تكون كان بمفخر تونس. فخر تونس أنس جابر في نصف نهائي دورة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي، بعد ما فازت اليوم على الكازاكية إلينا ريباكينا. إلينا ريباكينا زوز مجموعات لوحدة، أنس كان خسرت الست الأول 7-6، من بعد عملت تريمونتادا وربحت الست الثاني والست الثالث 6-4 6-1. هذا كل في ساعة و54 دقيقة شفنا فيها كل شيء. أما خلينا نسمعوا أنس اللي تحكي على الساعة 54 دقيقة اللي عاشتهم هذية، ومن بعد نقول لكم شنو اللي قال. After your last performance, your last victory, we looked ahead to this match. You spoke about the chance to get revenge for the final. How are you feeling now? I'm good. I'm very happy with the performance. You know, a lot of emotion out there, especially playing someone that serves really well. It's frustrating, you know, to return, but. I'm glad that I did everything, shouted, got angry, then got calm and focused. And hopefully, you know, I can keep managing my emotions like this for the next few matches. سألها السبيكر نتاع تورنوا ويمبلدون، قالها بعد الانتصارات الأخيرة والمردود اللي قدمته في المواجهات الأخرى في ويمبلدون كنت تنتظر مباراة اليوم، وتحدثت أنت زادة على الفرصة للأخذ بالثأر من ريباكينا بعد الخسارة كونترها في ضدها هي في نهائي النسخة الفارطة. كيفاش تشعر توا؟ قالت أنا أم جود، فرحانة برشا بالمردود اللي قدمته، ثم برشا مشاعر حسيت بهم في وسط المباراة، خاصة وقت اللي تواجه ملاعبية عندها إرسال جيد ويصعب ترجيح. فرحانة لأني عملت كل شيء اليوم. قالت صحت، تغششت، تفرحت، ومن بعد استرجعت الهدوء متاعي. نتمنى مواصلة السيطرة على مشاعري ونكون هكا حتى في بقية المباريات. احنا نستناو منك أكثر من هكا أنس. خنعطيو شوية دي شيف ستاتيستيك مهمين برشا بعد المباراة متاع اليوم. أنس هي ثاني لاعبة تخسر السيت الأولى في ربع نهائي غران شليم السيزون هذية، ومن بعد تربح المباراة بعد شكون؟ بعد البرازيلية بياتريس حداد مايا في رولان غاروس 2023. ولكن الرقم اللي يهمني انا شخصيا واللي بالحق مستفائل به خير على غالب ساعات انه نكونوا ثم شويه سوبرستيسيون دايور، وراها أنس هي اول لاعب تنس في العالم توصل لنصف نهائي ويمبلدون بعد الامريكيه سيرينا ويليامز زوز مرات ورا بعضهم 2018 و2019. علاش التفاؤل هنا؟ على خاطر 2018 سيرينا وصلت الدمي فينال ومن بعد خسرت الفينال، وفي 2019 وصلت الدمي فينال ومن بعد هزت التورنوا هذا. ان شاء الله المره هذه زاد أنس جابر تهز الفينال، تلعب الدمي فينال الساعه خلينا نبداو ضد أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا واللي فازت اليوم على الأمريكية ماديسون كيز زوز مجموعات لصفر في ساعة و27 دقيقة، يعني أقل 27 دقيقة من أنس. المباراة هذه غدوة ماضي ساعة ونص مبدئيا. حظ سعيد لممثلتنا البطلة التونسية أنس جابر. نسكروا باج التنس وباج ويمبلدون، نمشيو لميركاتو انديتنا في تونس. خلينا نبداو بقوافل القفصه، العائد الرابطه الاولى بعد سنوات من الغياب. اليوم عمل اولى انتدابته بانتداب الحارس علي العياري بمده زوز مواسم. ذكروا كانوا القوافل استأنف التدريبات تحت اشراف المدرب شاكر مفتاح. وفي اليسمو تم اليوم الاعلان عن انتداب فيصل ملناعي ميليو فونسيف كان يلعب في فرنسا، وهيثم ضو ريجيسور وإليه كان يلعب في الترجي الرياضي التونسي. فيصل ملناعي صحح كونترا عامين، وهيثم ضو كان صحح كونترا 5 سنوات مع مغادره المدافع عثمان وترى بعد فند كونترا نتاعو مشى الى نادي العربي الكويتي. في الترجي الرياضي التونسي جلسة تمت اليوم ما بين مسؤولي الملعب التونسي والمسؤول على الانتدابات في الترجي طارق ثابت. الجلسة هذه محورها التسريع في عملية انهاء التعاقد مع اللاعب أسامة سيلي، مع أنه أسامة سيلي عنده بند تسريحي قيمته 70,000 دولار، ثم بروسيدور كاملة تتعمل باش يدفعوا الفلوس هذه، تتحط وين، كيفاش تدفع، بطريقة شنية، شيك سبيس فيرسمون فيرمون اللي هو. ولكن الترجي الرياضي التونسي الطموح نتاعو والهدف نتاعو هو التسريع في العملية هذه باش يكون أسامة سيلي حاضر في البطولة العربية في كأس الملك سلمان نهار 27 جويلية، مع أنه ما يتدربش مع الملعب التونسي وما يتدربش مع الفريق الترجي التونسي. وكنا نذكره كان صرح مسؤول الملعب التونسي مع زميلي حيدر في ريكاب سبور، قال كونه عطيناه أبعثنا له وعد منفذ لمعاينة غيابه عن التمارين. كيف كيف ثم جلسة أخرى منتظرة مع مسؤولي الأولمبي البيجي في خصوص انتقال محمد وائل الدربالي. افكتيفمون جوستومون نحكيو لهنا على الاولمبيك بيجي، اتفاق مع ثنائي اولمبي اولمبيك مدين فراس فضلي متوسط ميدان 21 سنه، شرف الدين العوني 23 سنه متوسط ميدان، اتفاق رسمي معاهم حتى يتم حتى تصبح الامور رسميه. كيف كيف ما ننساوش اللي الاولمبي بيجي عنده اتفاق مع ثلاثه ملاعبيه من مزه بورقيبه، الحارس شاهين السماوي، المدافع اسامه الاسلام الشلغومي، والمهاجم متوسط ميدان زادوا في نفس الوقت محمد الهادي الحدوشي.
ومن جهة أخرى اتفاق بين هيئة الأولمبي البيجي والمدرب الكرواتي ميرساد أومار هوجيك. المدرب هذا كرواتي ما عندوش خبرة كبيرة برشا في التدريب أومار هوجيك، بما أنه مدرب كان زوز ولا ثلاثة فرق، درب رافيني في كرواتيا، درب إسكرا أف كي إسكرا في مونتينيغرو، كان مدرب مساعد في منتخب صربيا، منتخب البوسنة والهرسك لتقريب سنة أو سنتين، وكان لاعب كان لعب برشا زادة ولعب في برشا فرق أشهرها ريواف. إذن ميرساد أومار هوجيك يوصل قريبا لباجة لإتمام الاتفاق الرسمي مع المديرة. في نجم المتلوي زوز قائمات ترشحت لرئاسة النادي، قائمة الأولى يرأسها نجيب البراهيمي، الثانية يرأسها ماهر الخالدي. الجلسة العامة الانتخابية نهار الجمعة، وعلى مستوى الرياضي محمد علي معالجي باشر اليوم مهامه كمدرب للفريق. خارج تونس، حنبعل المجبري أساسي اليوم مع مانشستر يونايتد في أولى مباريات الفريق التحضيرية للموسم القادم، لعب ضد ليدز يونايتد. النتيجة ما تهمش، ولأنه انتصر مانشستر يونايتد 1-0 بلاش، ليهمنا هو المردود الطيب الباهي. تخيبا بخستاسيون الحقيقة، شوط كامل لعب حنبعل المجبري، لعب 45 دقيقة، قدم مردود طيب، كان قريب من أكثر من مرة في تسجيل هدف، فك كورة، رجع للسونتر، رجع للديفونس، مشى لاتاك هذا الكل. إن شاء الله يوصل يقنع به إيريك تنهاج من أجل البقاء في مانشستر يونايتد. نختم باج ميركاتو، فيها خبر واحد، سمير أندانوفيتش حارس الأسطوري لو غارديان أمبليماتيك نتاع الإنتر، بعد 11 سنة مع نيراتزوري غادر الفريق. 5 ألقاب عنده في تاريخ مشاركته في 11 سنة مع فريق الإنتر، عمل 455 مباراة مع الفريق، عمل 166 كلينشيت، وهو ثاني أكثر أجنبي لعب في الشامبيونات في سيريا نتاع إيطاليا، بعد شكون؟ بعد زانيتي بطبيعة، عنده 566 مباراة، كان لعب مع الإنتر أودينيزي ولاديو، وزانيتي عنده 615 مباراة. أندانوفيتش نعرفه كل عمره 38 سنة، وكما قلنا عنده 11 سنة في الإنتر. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام.net.